نعم، في البداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني بعيدا عن التصريحات الأمريكية باحتمال قيام ترامب بضربة عسكرية، أنا أعتقد أن هذا الأمر، أقصد الضربات الإسرائيلية، هو مستمر ولا يرتبط مباشرة بهذه التصريحات الأمريكية. هناك أكثر من 10 ضربات إسرائيلية خاصة في منطقة البوكمال تستهدف القوات الموالية لإيران. أنا أعتقد أن هذه الضربات تأتي انسجاما مع الضربات التي وجهتها إسرائيل للتواجد الإيراني في دمشق وضواحي دمشق، ويأتي ذلك نتيجة التصعيد الإيراني إنجاز التعبير ضد إسرائيل بزرع بعض العبوات في الجولان وفي مناطق أخرى تستهدف القوات الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تقول بكل وضوح أنها تستطيع أن تصل لأي منطقة تريدها من أقصى الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب بأي وقت أرادت وأينما أرادت. فهذه رسالة إلى إيران وأيضا للنظام الأسد بأنه طالما يسمح بتواجد إيراني يقترب من الحدود مع إسرائيل فهي سوف تقوم برد قاسي ومؤلم على هذا السماح الذي يجيزه بشار الأسد وإن كان لا يستطيع إيقافه. فكما ذكرت لك أنه رد على هذا العمل الذي قامت به بعض الفصائل الموالية لإيران ضد إسرائيل. أستاذ سامر، يعني عندما يصرح المتحدث باسم خارجية النظام الإيراني ويقول بأن هجمات الكر والفر على مواقع في سوريا انتهت، ضمن أي إطار يمكن تصنيف هذه التصريحات عندما يقول انتهت؟ يعني قد يكون يريد أن يشير إلى نهاية فترة حكم ترامب ومجيء بايدن الذي هو مهاد لإيران، وهو على استمرار لسياسة أوباما التي كانت تصالحية مع إيران وهي من مكنت إيران للتقدم في سوريا وإنجاز ما يمكن إنجازه في سوريا. أما من ناحية أنها إيران تريد أن تقول بأنها تستطيع أن ترد وأنها توقف هذه الهجمات من جانبها فهو أمر غير دقيق وغير صحيح، خاصة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدف بشكل دائم القوات الإيرانية وخاصة الاستهداف المباشر للمجرم قاسم سليماني الذي هو أحد أكبر الأذرع الإرهابية الإيرانية في المنطقة. ماذا كان الرد الإيراني؟ كان الرد الإيراني كما هو معروف مسرحية فاضحة مكشوفة عندما استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بعد أن تم التنسيق مع روسيا ومع الولايات المتحدة أن هناك بعض الفتيشات التي سوف يتم ضربها من أجل الاستهلاك المحلي ومن أجل رد بين قوسين اعتبار إيران ضد الولايات المتحدة. إذا إيران لا تستطيع أن ترد أو توقف الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التحالفية، ولكنها تعول أنه قد تأتي سياسة بايدن وتكون أكثر سهولة وأكثر تماشيا مع السياسة الإيرانية بعيدا عن التصعيد الأمريكي الذي كان يقوده ترامب. المحلل السياسي سامر خليوي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من لندن.